بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فحينما سجلت تسجيلي الذي عرض مساء الأمس المعنون بعنوان من أقطاب الإخوان المسلمين إلى طيور الظلام، كنت قد أثنيت وأرسلت التحية إلى الأستاذ عصام العطار، وكان آنذاك على قيد الحياة. شاءت المقادير أن يفصل بين تسجيلي وبين وفاته ربما ساعات، فعلمت بهذا الخبر المأساوي، فأسأل الله سبحانه وتعالى لفقيد الأمة المزيد من الرحمة والرضوان، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغسله بالماء والثلج والبرد، وأن ينقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدرن. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. اللهم أرزق أهله الصبر والسلوان. قد علمت وأحزنني وفاة هذا الرجل، ومن اطلع على تسجيلي السابق الذي ذكرته قبل قليل يرى إعجابي ببعض مواقف هذا الرجل، حيث تدل على نبل وعلى احترام للذات، ينبع عنه احترام الآخرين وإن خالفناهم في الرأي. هناك من لم يستمع إلى تسجيلي، وربما عدد منهم من طائفة الأزهريين، توهم أني يعني أمدح تنظيم الإخوان المسلمين أو جماعة الإخوان المسلمين. لا، هذا ليس من شأني وليس هذا من عادتي، وهذه الجماعة لها حسنات ولها سيئات، وما كنت بالذي يخالف أمر الله سبحانه وتعالى في قوله وإذا قلتم فاعدلوا، وليس هذا المقام مقام الحديث عن ذلك، فقد تحدثت عن ذلك سابقا في مقاطع مفصلة. كذلك ليس هذا المقام أيضا مقام الحديث عن أخطاء أو سلبيات وقع فيها هذا المرحوم رحمه الله تعالى، خاصة أنه في أواخر حياته، بل ربما يعني في الثلث الأخير من حياته، قد اعتزل الشأن العام اعتزالا تاما وترك الجماعة، كما سمعت منه في بعض تسجيلاته، ترك الجماعة ولكن يحترمهم، وبعضهم يقول هم إخواني وأحبابي وطلابي وكذا، لكنه قد ترك الجماعة وترك قيادتها. الذين انتقصوني وتوهموا من كلامي مدحا لتنظيم الإخوان المسلمين هم مخطئون، فأنا موقفي من جماعة الإخوان ثابت وواضح، جماعة لها حسناتها ولها سلبياتها، وأفرادها منهم محسن وظالم لنفسه مبين. وهي بمثابة مركب، هذا المركب أنا لا أرتضيه وأراه مركبا فاسدا، ولكن يركب في هذا المركب أناس صالحون وأناس غير صالحين، أما الصالح
فله منا الاحترام، وأما غير الصالح فمكانه ما أوقع نفسه فيه. إنما انتقدت بعض الناس في أيام وفاتهم لأن لهم منهجا متبوعا وطريقة فاسدة يسار عليها، فآثرت واجب النصيحة، وإن انهال علي كثير من الأغرار والجهلة ومن المتحزبين وساءني ذلك منهم، ولكني آثرت جانب النصيحة وجانب إرضاء الله سبحانه وتعالى. أما الفقيد رحمه الله تعالى فأسجل له عدة أشياء. أولا، هو من أكثر الأسر الدمشقية عراقة، من عائلة العطار الشهيرة، وهذا شيء له أثر في نفسيته وفي شخصيته وفي تكوينه منذ الصبا، حيث نشئ على تعلم المذهب الشافعي، مذهب آبائه وأجداده، وعقيدة أهل السنة والجماعة الأشاعرة، و النحو والأدب والشعر، فكان هذا له أثر كبير، لأن الشعر يعطي القيم كما سمعت منه في تسجيلاتي طبعا لما ألتقي بالرجل. فهذا الشعر ينمي المكارم العربية الأصيلة التي جاء النبي عليه الصلاة والسلام ليتممها. قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقد نال الفقيد من هذا حظا وافرا. تأثره بجماعة الإخوان المسلمين، وقد كان قبل ذلك في جماعة شباب محمد أظن كان اسمه هكذا، ثم شكل التنظيم مرة ثانية. تأثر بطريقة حسن البنا التي ورثها عن شيخه رشيد رضا، وشيخه رشيد رضا ورثها عن الشيخ محمد عبده، والشيخ محمد عبده ورثها عن الأفغاني، طريقة ما يسمى جمع الكلمة، وهذا منهج لا نرتضيه. جمع الكلمة قد تحدثنا مرارا أنه في باب الشأن العام ضد الأعداء واجب، في باب القضايا الاجتماعية والأعراف هذا جيد وحسن، أما جمع الكلمة في القضايا الدينية فهذا منهج مرفوض، لأن الله تعالى يقول: فماذا بعد الحق إلا الضلال. هذه الطريقة جعلته يقترب من شخصيات وهابية كالألباني، وكان بينهم علاقات، وربما تأثر بطريقته، وكذلك ربما جاء بعد هؤلاء زهير الشاويش وغير هؤلاء، وهؤلاء لهم آثار فاسدة. ولكن ما كنت ليقف عند هذه القضايا، لأن موضوع الكلام هو الحديث عن الشخص ذاته رحمه الله. فهو ابن أسرة عريقة، جده من كبار الصالحين، هذه أسرة فيها علماء وفيها صالحون وفيها أولياء. جده العطار الكبير حينما أفتى بالجهاد ليس ككثير من المجاهدين على فيسبوك وفي غرف واتساب ونحوها، إنما ذهب بنفسه وماله، أخذ ماله جميعا وقدمه ليجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فهذه أسرة عريقة محترمة، مثل كثير من الأسر الدمشقية التي قام عليها العلم والدين ومكارم الأخلاق الموروثة عن سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. هذا أولا. ثانيا، هو رجل واسع الثقافة، واسع الاطلاع، اطلع على الآداب العالمية وعلى الأشعار العالمية، وحفظ من التراث العالمي، وله اطلاع على الثقافة الفرنسية والثقافة الألمانية وعلى الشعر العالمي، فهذا شيء حسن نفقده في كثير
من المنتسبين إلى الثقافة الإسلامية في يومنا هذا. كذلك وجدت في الرجل نبلا في الأخلاق في التعامل مع خصومه التاريخيين. قلت في تسجيلي السابق إن ميشيل عفلق كل ما فيه من انتماء ديني فهو نصراني، أو انتماء قومي ضد توجهنا الإسلامي، أو انتماء بعثي، وحزب البعث هذا هو الذي يعني خرب سوريا ودمر الثقافة والعلوم في بلادنا، وهو مؤسس حزب البعث. كذلك له نزعة اشتراكية وربما شيوعية أخذها من الفرنسيين، ولكن الثقافة الواسعة التي كان يطلع بها كان يعني يمتاز بها هذا الرجل، جعلت رجلا مثل عصام العطار، طبعا هو من طلابه في المدرسة، ثم بعد ذلك صارت له شخصية مستقلة وصار يحضر عنده، وكان بينهم يعني علاقات متبادلة. هذا الجانب يمثل شيئا من الرقي، حيث لم تجعله الخصومة السياسية والخصومة الفكرية والخصومة الدينية ألا يستفيد منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها. أمر آخر في شخصية هذا الرجل أنه كان عصاميا، وإن كان ينتمي إلى أسرة عريقة، فقد بنى نفسه واهتم بنفسه ولم يلجأ إلى السفارات وعقد التحالفات كما فعل أصحابه من جماعة الإخوان، يعني تحالفوا مع حزب البعث العراقي ضد الحزب البعث السوري، ثم تحالفوا مع الحزب الشيوعي ضد حزب البعث السوري، وكل ذلك مسجل ومعروف. نعم كانت له علاقات، والتقى بالخميني والتقى بغيره والتقى بشخصيات، كان هو رجل يعني له شخصية وكان له موقف في البلاد، فالناس يستمعون إليه وله وزن، حاولت بعض الدول أن تستغله فأبى وامتحن لأجل ذلك، ترك بلاد العرب ولم ترحب به واحدا منهم بسبب أن له موقفا سياسيا تجاه بلده الأم سوريا. منع من دخول البلاد وهو شاب، وحاولت ألمانيا أن تستفيد من وجوده في بلادها من أجل مواقف سياسية معينة أثناء ما يسمى الحرب الباردة بين روسيا وأمريكا، بين الاتحاد السوفيتي وبين أمريكا، ولكنه أبى وأصر على حياديته وموقفه وأن له قضية خاصة ليست قضية هؤلاء الناس. رفض أن يستخدم من قبل السياسات العالمية، وقد تورط في ذلك كثير من الناس من إسلاميين وغيرهم. آثر حياة الفقر والغربة والكربة، لم يزايد على دينه ولا مبادئه، لأنه رجل شهم وكريم. حينما رأوا منه ذلك الموقف رفعوا الغطاء الأمني عنه، فدخل المجرمون القتلة يبحثون عنه، فقاموا باغتيال زوجته، وزوجته هذه له معها قصة طويلة، قصة حب يعني حب نظيف شريف، هي ابنة الشيق علي الطنطاوي، وكان بينهم علاقة وامتزاج بين الأسرتين، فحزن عليها حزنا شديدا ولم ينثني عن طريقته ولا عن مبادئه. رأيته ينصف المخالفين له ولا سيما الخصوم التاريخيين مثل خالد بيك العظم مثلا، هو ذو توجه مختلف تماما، وصفه ويعني ذكر ما فيه من إتقان لمجاله السياسي، وطبعا مع الاختلاف في الرأي ومع اختلاف حتى في الأخلاق والقيم. كذلك حينما ذكر خصمهم التاريخي الذي هو المالكي الذي كان ينافسهم على مقعد مجلس الشعب الذي رشح عليه السباعي، فأثنى عليه خيرا
كل هذه تدل على مكارم وعلى قيم وعلى أخلاق القضايا العلمية والتوجه الإخواني الذي كان عليه في شبابه ثم تركه بعد أن يعني كبر في السن. هذا لنا موقف، لنا خلافات بلا شك، نحن لا ننتمي إلى أي فصيل سياسي، نحن على الخط العام لعلماء الأمة، على خط علماء الشام التاريخي، لم يتلوثوا بسياسة موالاة ولا بسياسة معاداة، يعادون من عاد الله، يحاربون من حارب الله، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كان له مواقف مشرفة في سوريا في أوقات حرجة من حياة هذا البلد. وختاما أجدد التعزية لكل المسلمين ولأحبابه ومحبيه ولعائلته الكريمة ولكل من يلوذ به، وأسأل الله سبحانه وتعالى لهم الصبر والسلوان، وأسأل الله سبحانه وتعالى له مزيدا من الدرجات العلى، وأن يتجاوز عنا وعنه بمحض منه وفضله وكرمه، إنه سميع قريب مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.